محصول. صحيح. وبالمناسبة بس احنا بنيجي نتكلم بنقسم مراحل البطاطس لها حوالي 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النمو الخضري، بتفضل ممتدة من حوالي لحد 60 يوم، من أول 60 يوم لحد 80 يوم، دي مرحلة نمو خضري. كمان عندنا مرحلة نمو اللي احنا ضرب الإبر وتكوين الدرانات، دي بتبدأ من أول 60 65 لحد 90 يوم. بحافظ فيها على النمو الخضري عندي كويس، لأن النمو الخضري هو المثال أو المصنع الأساسي لتكوين الدرانات. المرحلة الأخيرة هي مرحلة صب الدرانات، تبدأ من مرحلة من أول 90 لحد 120 130 على حسب الأصناف اللي مزروعة. وبناء عليه في كل مرحلة من المراحل ديت لها شغلها الخاص. يعني أنا ببدأ في مرحلة النمو الخضري الأولانية، مثلا رش عناصر كبرى اللي هو ال NPK مع تريت إيمنتس مع بعض الأحماض الأمينية مع بعض المنشطات النمو. ببدأ في مرحلة تكوين الإبر، ببدأ أتعامل بقى بالفوسفور معايا عشان يبدأ يظبط لي تكوين الضمانات بتاعتي في المراحل الأولانية، وضرب الإبر اللي هو تكوين الدرانات وبدء التحجيم. ببدأ أشتغل بالبوتاسيومات والكالسيوم، وبراعي إن الكالسيوم بتاعي لازم يبقى رشه في أوقات معينة بحيث إن أنا أحافظ على صلابة القشرة بتاعة النبات، وما يحصلش عندي مشاكل في النبات اللي موجود عندي سواء كان مجموع خضري أو الدرانة بعد كده ما تفتحش مني. في بعد كده اللي هي مرحلة الصب أو التخزين خالص، بدي بنشتغل فيها مع البورون مع البوتاسيوم. وده عندنا في المرحلة ديت عندنا السامسونج بورون عالي، بستخدمه في المرحلة دي برشتين سامسونج مع بوتاسيوم عالي في طيب، هو خلال الفترة سامسونج دي. يعني معلوماتنا عنه ان هو بيقوم يعني بالفلاحي كده زي ما بيقولوا في عمليات حرق العرش في الاخر، ان انا بسحب الازوت كله من الورقه وانزله في الثمر. تمام، يعني ده شغلانه السامسونج، ده دايما هنلاقيه في البنجر، هنلاقيه في كله البطاطس، هنلاقيه في اي حاجه بنحرق العرش بتاعها كده بالفلاحي. يعني العرش ده بيبقى مليان خير، فبدل ما اقطعه واديه للبهايم واشتغل منه علف، لا انا ممكن اعصره واطلع منه اخر نقطه خير جواه وانزل الخير ده كله فين؟ في الدرنه في بتاعتي المخزن بتاعي او في اصلا. الهدف بتاعي في الاخر. تمام، الكلام ده هنلاقيه موجود في البطاطس، وهنلاقيه موجود في البنجر وفي محاصيل تانية كتير اللي هي بحتاج احرق فيها العرش. طيب، هل السامسونج اقدر اشتغل بيه في وقت اللي هو التأزوت اللي حضرتك قلت عليه، او ملامح زيادة الازوت على النبات؟ بس مش بنسبة كبيرة، لان السامسونج فيه نسبة بورون عالية حوالي 11% بورون، فبقدرش استخدم السامسونج مرة واحدة. بس انا اقدر ممكن استخدمه. يحرق معايا تمام، ممكن في نص يأثر معايا المشوار، في انما هو المرحلة دي. حلو في الاخر. تمام، هو السامسونج من البورون عموما من مميزاته اصلا في معظم المحاصيل اللي انا بستخدمها. اولا له دور كويس جدا في خصوبة الزهرة، خصوبة حبوب اللقاح، دي بالنسبه للازهار او النورات اللي بتبقى موجوده على المحاصيل اللي هي بتديني ازهار او ثمار، خاصه في البسله او البطاطا او الطماطم او المحاصيل الحقليه. اما بالنسبه للبطاطس انا بستخدمه في المرحله الاخرانيه بحيث ان هو بيساعد لي في عمليه سرعه تأزوت المواد الكربوهيدرات اللي مصنع في الورقه، وسرعته في التخزين في اماكن التخزين بتاعته. هو عباره عن ناقل ادابتور كده بيعمل نقل للمواد الكربوهيدراتية الموجودة في الورقة لأماكن تخزينها. جميل، دي شغلانة السامسونج طبعا، وهو مركب جديد لسه نازل السوق، ويعني في ناس كتير اشتغلت منه وراضية عنه تماما. برضو جربوه وتابعونا كده على الصفحة وقولوا لنا ايه رأيكم. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده مع احد المتخصصين في هذا المجال، زراعه البطاطس، من فريق الفني لشركه فارماسيوتيكا، دكتور محمد عيد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا الاول حابب اهنيك على النجاح الكبير للفريق الفني، بجد المحصول ما شاء الله يعني شكله مفرح جدا، يعني المشكلات قليله قوي رغم ان احنا كنا بنتعرض لظروف جويه صعبه في الايام اللي فاتت. يعني عايز توصياتك بقى النهارده لكل مزارع بيتفرج علينا وعايز يكسب من البطاطس فعلا، ازاي بقى نمشي كده واحده واحده؟ يعني طبعا حضرتك تابعت معانا اللقاء اللي فات، حابب تعقب عليه، اتفضل. يعني عايز بقى كل المركبات والحاجات اللي ممكن تساعدني في المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدايه احنا بنتكلم في محصول البطاطس، محصول من المحاصيل الاقتصاديه الهامه المنتشرة زراعتها في المنطقة عندنا هنا. محصول البطاطس بيتعرض لمشاكل كتيرة خلال مراحل عمره، المراحل العمرية المختلفة. احنا عندنا المحصول البطاطس بنبدأ نتعامل معاه في المرحلة بعد الإنبات مباشرة، بنبدأ نتعامل الرش بالمركبات الورقية أو الأسمدة العضوية اللي احنا نشتغل بيها خلال الفترة ديت. في احنا في المراحل الأولانية من عمر النبات
طبعا بعد 45 ل 50 يوم دي مرحله الانبات، بعد تمام الانبات 50 يوم 50 55 يوم بيبدا النباته تنبت على مستوى سطح التربه، النباتات كله اكتمل الانبات. بيبدا من خلال الفتره دي عندنا مجموعه خطوات، بنبدا بدايه كده الماده العضويه اللي احنا بنبدا فيها مع مرحله التجذير، لان احنا يهمنا في المرحله الاولانيه مرحله التجذير اللي هي ضرب الابر وعمليه تكوين البويضات، تبدا في المرحله من 55 يوم لحد 60 يوم، دي المرحله الاساسيه في البدايه. فبنبدا فيها اولا الماده العضويه عندنا البيفوت ميكس. البيفوت ميكس ده بنحط 2.5 لتر للفدان، ده بيتحط مع ميه الري. طبعا زي ما حضرتك شايف ان الارض عندنا هنا ري غمر، فطبعا نظام الري هنا نظام كويس بحيث ان هو يدي المنسوب الميه، ما فيش تغليق وما فيش تعطيش، ودي انسب طريقه، لان مشكله الميه في لها مشاكل كتيره خلال مراحل عمر النبات. بنتكلم في المرحله الاولانيه البيفوت ميكس هي ماده عضويه، 50% ماده عضويه، دي بتساعد لي من تحسين من خواص التربه، لها دور كويس جدا في ضبط او عمليه تفكيك حبيبات التربه، وبالتالي بتدي مساحه للنبات ان هو او الدرانات او انها تكبر تبدا تمام. عندنا بالنسبه لفرض المرحله الاولانيه ديت بنبدا نشتغل مع الليبامين ميكس، ده ماده عضويه برضك مع مناشط جذري. الليبامين ميكس مع الجيسافول فوسيكو وتاسيكو، الاثنين دول بيدوني نمو خضري مع تجذير عالي في الفتره المرحله الاولانيه من عمر النبات. بعد كده ببدا انا اشتغل، محتاج انا سيتوكينات بتبقى موجوده عندنا، فعندنا المستخلصات التحليليه بتبقى يعني غنيه ببعض السيتوكينات اللي موجوده فيها، فبستخدم مستخلصات التحليليه في المراحل الاولانيه برضك، بيديني نمو خضري كويس، بيساعد لي النبات ان هو يبقى نشط في عمليه امتصاصه من التربه، خاصه ان الاسمده اللي محطوطه في التربه او الخدمه الماده العضويه بيقدر النبات يستفيد منها خلال الفتره الاولانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه بعد من 55 يوم ل 60 يوم بدي بشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندي. زي ما حضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت دي كانت مشكله سقيه مع رطوبه عاليه او مطر، بحاول انا ابعد عن النقطه ديت. فانا عندنا مواد عضويه او بنسميها اللي هي الاحماض الامينيه، عندنا السبيد، عندنا الفردوس، عندنا الفيتامين، عندنا الفولفين، اي مركب من المركبات ديت بيساعدني في المرحله ديت ان هو يحافظ لي على النمو الخضري داخل الورقة. الأحماض الأمينية اللي موجودة فيها سهلة الامتصاص، سريعة الامتصاص داخل النبات، النبات بيقدر يخلقها ويشتغل بيها بسرعة. بيستفيد منها النبات إن هي بتخش على أماكن التخزين أو أماكن النمو بسرعة، فبتنشط لي النمو فبتحاول تعوض.